سوريا بلد مليئة بالإثنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، ومن خلال سعادة الرئيس إلى الحكومة الموقرة، بادئ ذي بدء لابد من أن نثمن ونقدر عاليا مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني سيد البلاد حيال قضايا أمته العربية والإسلامية. وهذا الموقف ليس بغريب على جلالة الملك، مواقف جلالة الملك دائما وأبدا تتقدم على كل المواقف، فهو دائما وأبدا حريص على أن يكون إلى جانب أمتيه العربية والإسلامية، وكذا الأمر بالنسبة إلى سوريا الشقيقة. إخواني، نحن الأقرب إلى سوريا من حيث الجغرافيا، ومن حيث النسيج الاجتماعي، ومن حيث أواصر القربة. أهيب بحكومتنا الرشيدة ومن خلال الرئاسة أن تكون عين قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية على الجنوب السوري، لأن ممكن لا سمح الله أن يكون هناك اختلالات أمنية أو بعض الخروقات الأمنية اللي ممكن أنه نتأثر منها عن قريب أو بعيد. التغيير اللي حصل في سوريا هذا تغيير ليس بالهين. سوريا بلد مليئة بالإثنيات، العلوية والإسماعيلية والأرمنية والمسيحية والسنية والكردية، هذه والدرزية، هذه الإثنيات لابد من أن تتوافق على قواسم مشتركة حتى تستطيع أن تحافظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها. لازم يكون لنا موقف في الأردن حيال ذلك، موقف مباشر، لأنه إحنا اللي بنتأثر مما يجري في سوريا. لازم يكون إحنا قريبين ألا يترك الأمر إلى الدول الإقليمية الأخرى اللي قاعدة تتدخل وقاعدة ترسم معالم طريق جديد لسوريا وللأمة العربية. لذلك على العالم العربي أن ينهض وأن ينتبه وأن يقف صفا واحدا وأن يرسم هو الخطوط العريضة لسوريا وليس الدول الأخرى. الأمر يشي أن هناك مؤامرة، وهذه المؤامرة تحاك ضد الأمة العربية، وأعتقد أن البداية سوريا، وممكن تستمر هذه المؤامرة للنيل من وحدة الأمة العربية وتقدمها ونهضتها. حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأرضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.